بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة وأتم التسليم على طب القلوب سيدنا ومولانا وحبيبنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، ورضي الله عن الصحابة أجمعين. الحرية، الحرية كلمة جميلة في معناها، الحرية كلمة رائعة، الحرية، الحرية. رب العباد أعطى الإنسان الحرية، ومع شديد الأسف هناك من يمارس لغة القمع لكي يقمع هذه الحرية. الحرية كلمة جميلة، ولكن هل فعلا نمارسها في حياتنا؟ نمارسها في تعاملنا مع بعضنا البعض؟ هل نمارسها في مجتمعنا؟ هل نمارسها في سياستنا؟ هل نمارسها في سلوكنا؟ أتصور بأن هناك مشكلة كبيرة لدى العالم العربي، أتصور بأن هناك انفصام حقيقي، ولا أقول الشخصية الإسلامية بل الشخصية العربية على حد سواء. جميل الحرية. يقول الله عز وجل في القرآن الكريم مخاطبا للإنسان: ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. أتمنى أن نتأمل هذه الآيات الجميلة المباركة. الله سبحانه وتعالى يخاطب الإنسان: ألم نجعل له عينين، يخاطب الإنسان ويذكر الإنسان بهذه النعم، يذكر الإنسان بما أعطاه الله سبحانه وتعالى من نعم جميلة وجليلة، هذه النعم التي قد تنقص البعض. ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. ما أجمل هذه الآية الكريمة المباركة التي يمن الله سبحانه وتعالى على الإنسان بها، يذكر الإنسان كل بني الإنسان بهذه النعم. الله سبحانه وتعالى وتأمل القرآن أعطى الإنسان العقل، أعطاه الإرادة، أعطاه الحرية، أعطاه نعمة التعبير، أعطاه حرية القول، حرية الكلمة، حرية التفكير، وهذه من نعم الله عز وجل. فقال الله سبحانه وتعالى: ألم نجعل له عينين، لكي يبصر الحياة، يبصر الأكوان، يبصر حقيقة الإنسان. نلاحظ آيات الإبصار في القرآن الكريم كثيرا جدا: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت. هذه الآيات وعشرات الآيات في كتاب الله تدعو إلى التفكر وإلى التبصر، ومعروف بأن أول طريق إلى التفكر هو التبصر، أن ينظر الإنسان، ينظر إلى حقيقة نفسه، ينظر إلى الكائنات، ينظر إلى ما حوله. لذلك قال الله سبحانه وتعالى: ألم نجعل له عينين. أول طريق إلى المعرفة العينين. ألم نجعل له عينين ولسانا للبيان، لكي ينطق، لكي يعبر، لا لكي يقمع كما تفعل بعض الأنظمة، تقمع، تقطع هذا اللسان الذي أعطانا الله إياه لكي نعبر عما بداخلنا، ننتقد لكي نصحح أوضاع خاطئة، نكتب ما قال، نعبر بلساننا، نعبر بآرائنا، نعبر بأفكارنا. ولكن هناك من يأخذ أخلاق فرعون لكي يقمع هذا الصوت، لكي يقطع هذا اللسان، وهذه كارثة. لذلك قال الله سبحانه وتعالى: وتأمل من كل طاغية وكل مستكبر على الأرض. أن يتأمل إرادة الله سبحانه وتعالى حين أعطى الإنسان الحرية وقال له: ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. النجدين الطريق الخير والشر. الله سبحانه وتعالى أعطاك كل الحواس، أعطاك كل الوسائل لكي تبصر، لكي تعلم، لكي تتعلم، لكي تسمع، لكي تقول، لكي تكون لديك خبرة، يكون لديك رصيد للمعرفة وللعلم. فلذلك أعطاك الله حرية مطلقة للتعبير. المشكلة بأن هناك أناس لا يفهمون معنى الحرية. طبعا الحرية لها مفاهيم ولها اصطلاحات كثيرة جدا لا تعد ولا تحصى، ولكن بعض أساتذة العلوم الإنسانية قالوا: الحرية القيود التي تضعها على نفسك. ولكن الحرية لها عدة أوجه، لها عدة تعابير. أن تحب لأخيك ما تحب لنفسك. الحرية تقف عند اعتقاداتك، لا تصادر الآراء الأخرى، لا تصادر الأفكار. الحرية في الإسلام لا تصطدم مع الآخر ومع المخالف. نحن نقر بأن هناك اختلافات أيديولوجية وخلافات فكرية وخلافات عقدية بيننا وبين المخالفين، سواء من الديانات السماوية
أو الديانات الوضعية، ولكن البعض يحاول أن يصطدم مع الآخر، البعض يحاول أن يشوه الآخر، البعض يحاول أن يقتال عقل الآخر، وهذه هي المشكلة. فلذلك علينا الرجوع إلى كتاب الله. الحرية في القرآن الكريم تكفل حرية الاعتقاد بكل الديانات والمذاهب، وتسمح فقط بالقول والجدال بالحسنى، فقط الجدال بالحسنى، وهذا ما ينقص بعض رجال الدين. مشكلة الفرق الإسلامية وبعض الديانات هو الاستعلاء، عدم فهم وإدراك مقاصد الشريعة ومقاصد القرآن الكريم. على الإنسان أن يرجع إلى كتاب الله. كتاب الله فيه أسرار وفيه جمال عن المخالفين، لذلك الحرية في القرآن لها جمال. اليوم ما نمارسه من قمع للآخر، ما نمارس للإرهاب الفكري، الإرهاب الفكري، حتى من ينادي بالحرية يقمع، ينبذ بأبشع الألفاظ. هناك فوبيا، فوبيا لدى بعض الجهلة من يسمون أنفسهم بأنهم علماء، يخافون من قول الحق، يخافون على عروشهم، يخافون على مكانتهم، يريدون أن يسيطروا، يريدون أن يجعلوا من الديانات والدين الإسلامي أفيون، يريدون أن يخدروا الشعوب باسم الدين وبشعارات فارغة. الإسلام والقرآن يستنهض العقل، الإسلام والقرآن يعطي استقلالية بالعقيدة وينادي بلغة الحوار. القرآن الكريم ينادي بلغة الحوار. كفاكم عبث، فلنرجع إلى كتاب الله. هناك من يخاف من كلمة الحرية، يخاف من ممارسة الحرية كالأنظمة العربية. لا خير في نظام يقمع شعبه، يسجن صاحب كلمة، لا خير في نظام يسجن صاحب مقال. صاحب مقال، ما الذي يرهبك من صاحب المقال؟ ما الذي يرهبك من صاحب الكلمة؟ هذه الحرية، لماذا تصادر حرية الإنسان وإرادة الإنسان؟ الله سبحانه وتعالى كفر الإنسان حريته، بل أكثر من ذلك، الله سبحانه وتعالى حاور إبليس حين كفر إبليس، حاور إبليس الله سبحانه وتعالى وذلك المسؤول، وهذا المسؤول لا يقبل الحوار. كفانا عبث، فلنتقبل، فليعذر بعضنا بعض. هناك بعض الناس وبعض المشايخ وبعض العلماء وبعض ما يسمون أنفسهم مفكرين يخشون من الكلمة ويخافون من الحرية، لذلك يشنعون على كل من نادى بالحرية، وهذه مشكلة، فوبيا الحرية. أنا لم أنادي بشيء غريب ولم أستورد شيء من الخارج، هذه لغة القرآن الكريم، ولكن هؤلاء الناس يحبون الاستعباد لأنهم عبيد. يخشون الحرية، يخشون التفكير، يخشون من فهم الناس، يخشون من هذه العقول. أنا دائما أراهن على العقل العربي، ولا زلت أراهن وسأظل أراهن بأن هناك عقول عربية جبارة. لو لم تكن هذه العقول العربية الجبارة موجودة لما هاجرت. هناك عقول عربية في المهجر، هناك عقول عربية مخترعة وأطباء ومهندسين وكيميائيين وفلاسفة، هناك عقول عربية أنتجت للغرب، هناك عقول عربية استفاد منها الغرب، ولكن في عالم العربي هناك بؤس، هناك خوف، هناك رجعية. هذه الرجعية، أنا لا أقول الإسلام رجعي، بل الإسلام جميل، الإسلام يدعو للحرية. نحن ننادي بتحرير العقل من كل أنواع العبودية. نحن ننادي بلغة القرآن، بلغة الحرية، بلغة الإنسان، أن يتحرر الإنسان من عبودية الإنسان، أن يتحرر. كفانا جهل، فلنرجع إلى كتاب الله. كتاب الله يطلب من الإنسان أن يكون حرا، أن يكون مستقلا بتفكيره. هذا الأمر هو الذي يحتاجه الإنسان، أن يلتفت القرآن الكريم، لا أن يكون عبدا لهذا وذاك، أن يكون عبدا لفكرة، أن يكون عبدا لمذهب، أن يكون عبدا لديانة، أن يكون عبدا لله. قمة الحرية أن تكون عبد لله. فأيها الإنسان، كن عبد لله، ولا تكن عبدا لغيرك، لا تكن عبدا لهواك، لا تكن عبدا لطائفتك، إلى ملتك، إلى مذهبك، كن عبدا لله وحده، كن عبد لله.
فلا معصوم، فلا معصوم غير كتاب الله. ارجع أيها الإنسان، تمتع بهذه الحرية، اقبل الآخر، اقبل من يختلف معك. نعم نختلف، هناك اختلاف، وهذه سمة بشرية، وهذه سنة البشر، وهذه حياة البشر. العقول متفاوتة، والثقافات متفاوتة، والخبرات متفاوتة، فطبيعي جدا بأن الإنسان يختلف مع الآخر، يختلف سياسيا، يختلف فكريا، يختلف مذهبيا. لذلك قال الله سبحانه وتعالى في محكم التنزيل: وتلك الأيام نداولها بين الناس، حتى الأيام تختلف، فما بالك في البشر. لذلك على الإنسان أن يتقبل الآخر. ماذا لو كان جاري مسيحيا؟ ماذا لو كان جاري مسلما؟ ماذا لو كان جاري يهوديا؟ ماذا لو كان زيديا، شيعيا، إباضيا، درزيا، بأي ملة؟ تقبل الآخر. أقول كما قال علي بن أبي طالب عليه السلام: الإنسان إما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق. تذكر بأن هذا الإنسان أخوك في الدين، إن لم يكن أخاك في الدين فهو نظير لك في الخلق. فلنتذكر، لا نستعلي، لا نستعلي على البشر، فليعذر بعضنا بعض. الحرية متعة، الحرية متعة. وقال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: لا إكراه في الدين. هذا الخطاب كان موجه لحضرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قد تبين الرشد من الغي، قد تبين الرشد. فلذلك الرسل، دعوة الأنبياء والرسل الدعوة إلى الله، دعوة الأنبياء والرسل هي التبليغ، لا شيء سوى التبليغ. ليس هناك للرسول أو النبي جيش أو سلطة عسكرية لقمع المخالف ولمن لا يؤمن بالنبي أو ذاك الرسول، أبدا. إنما الكلمة، الكلمة الطيبة، السلوك الحسن. فلذلك عندما جاء بعض اليهود وأساءوا إلى عيسى عليه الصلاة والسلام، ماذا فعل عيسى؟ طلب من الله أن يصفح عنهم. وعندما آذى أهل الطائف النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأدموا قدميه الشريفتين، ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ التجأ إلى ربه ودعا لهم بالهداية. هذه الحرية. لم يأتوا الأنبياء والرسل لقمع الآخر وتبديع هذا وتجريم هذا وسب هذا وقذف ذاك. ما أجمل الإسلام عندما نتخلق بأخلاق القرآن. الليث بن سعد كان يقدر بأن الأغلبية كانت في مصر أنذاك هم الأقباط. لذلك بوب الليث بن سعد في كتابه، بكتاب الفقه، باب تزيين كنائس النصارى. من أين؟ من بيت مال المسلمين. ما أجمل، ما أجمل هذا الفقه، ما أجمل هذا العقل، ما أجمل هذه الإنسانية. هذا هو الإسلام. ديننا لا يعرف القتل. ما يفعله البعض اليوم لا علاقة له بدين الله، وإن رفعوا شعار لا إله إلا الله زورا وبهتانا، لا علاقة لهم بكلمة لا إله إلا الله، لا علاقة لهم بكتاب الله، لا علاقة لهم بهدي الأنبياء والرسل وبهدي النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. هذه المشكلة يمارسها بعض المتحجرين عقليا. بعض الأنظمة العربية تمارس الاستبداد على العقول العربية. لذلك عقولنا العربية تهاجر. أيعقل ونحن في هذا الزمن وفي هذه التكنولوجيا الجميلة وهذه الحضارة التكنولوجية الجميلة الرائعة أن يحيى العرب بمعرض كتاب يمنع هذا الكتاب ويمنع ذاك الكتاب؟ أيعقل أن يمنع مفكر من أن يعبر؟ أيعقل أن يكسر قلم حر ويسجن ذاك الحر؟ هذا زمن العجائب، زمن العرب، زمن العجائب. لا خير، لا خير فينا إن لم نقرأ، لا خير فينا إن لم نتقبل الآخر. ما أجمل الحياة أن نتقبل الآخر. اقرأوا القرآن، اقرأوا القرآن، اقرأوا القرآن، وانظروا بسيرة الصالحين، وانظروا بهدي الأنبياء والمرسلين كيف كان يتعاملون بكل إنسانية، بكل حب مع الآخر، يتمنى الخير للمخالف، لمن أساء إليه، لمن شتم. دين الإسلام والدين المسيحي والدين اليهودي وكل الديانات السماوية جاءت للمحبة، جاءت لإحياء النفوس، جاءت لإعمار العقل. ولكن هناك من يستبد وهناك من يغتار العقل. لذلك أتمنى أن نتحرر، أتمنى أن نحيا بحرية، أتمنى بأن لا يفهم البعض بأن هذه دعوة للحرية بمعنى دعوة انحطاط وانحلال وتفسخ. العرب لم يفهموا ولم يفقهوا معنى للحرية. فهموا من الحرية عري، فهموا من الحرية انحطاط،
فهم الغرب من الحرية، التقدم، الحضارة، الحداثة، الفكر، التكنولوجيا، الفضاء، ومع شديد الأسف ظل العرب في مكانهم يتحدثون بأشياء تافهة ويهربون إلى الماضي، إلى كتب التراث، ونسوا الحاضر. لذلك لا حاضر لهم، لا حاضر لهم، وهم ينظرون إلى الماضي ويتركون المستقبل. على الإنسان أن يرجع إلى كتاب الله. نحن المذاهب، الديانات، نكمل بعضنا بعض. يجب أن نتجاوز ذاك الزمان بكل ما فيه من سلبيات وإيجابيات. علينا أن ننظر إلى المستقبل، جاري سنيا، جاري شيعيا، جاري مسيحيا، جاري زيديا، جاري 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 إلى آخره. هذه حياة اجتماعية، هذه التركيبة العربية. يجب أن نحيي فقه الحب، فقه التسامح، فقه المحبة. علينا أن نعرف معنى للحرية. وفي هذه الدقائق أتمنى من الإنسان أن يحرر أكله من كل أنواع العبودية، ويتذكر بأن حتى الإسلام، حتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يسمي المسلمين محمديون، بل قال مسلمين، نسلم لله. مشكلة بأن هناك شعوب حتى أسماء هذه الشعوب تسمى باسم هذا النظام أو هذا الملك أو ذاك الملك. علينا أن نكون أحرار، أن نكون أحرار كما كان المناضلون العز الدين القسام، عمر المختار، الكثير الكثير الكثير. روى الطبري في تاريخ الأمم والملوك قصة عن هارون الرشيد، بأن هارون الرشيد كان يكرم القساوسة وكان يكرم الرهبان، حتى الكلمة مع المخالف. كان إذا استقبل وفود النصارى كان يقول مرحبا بأباهم. هذا هو الإسلام، أن نحترم المخالف. لذلك جاء من النبي صلى الله عليه وسلم وصية بأن لا نهدم صومعة، ولا نؤذي راهبا، ولا نؤذي متنسكا وعابدا. هذا هو الإسلام، لا كما يفعل البعض من تهديم التراث الإنساني والتراث المسيحي وتراث الأديان. هذا إرث حضاري، هذا إرث إنساني. مع شديد الأسف بدأ هذا الشيطان، ولا أقول إنسان، بهدم هذا التراث. علينا أن نرجع إلى هذا الهدي النبوي، علينا أن نرجع إلى جمال الإسلام، علينا أن نرجع إلى الأخلاق المحمدية، العبودية، أن تكون عبداً لله وحده دون سواه. قرأت في القرآن تبت يدا أبي لهب وتب، قرأت في القرآن تبت يدا أبي لهب وتب، فأعلنت وسائل الإذعان إن السكوت من ذهب، فلا زلت أتلو قوله وامرأته حمالة الحطب، فصودرت حنجرتي بجرم قلة الأدب، وصودر القرآن لأنه حرضني على الشغب.